شيخ ها في واحد عندكم بالرياض تخيل راح الجنوب ما نام جنوب بعدين راح الشمال بعدين رد الجنوب بعدين راح الغرب بعدين رجع الرياض ما نام تخيل سكن هذا ها جن كيف ما ينام مو جن اتنمر علي قاعد اسوي سحر يا شيخ يا شيخ صل على النبي يا شيخ صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فيه واحد الله يهديه عيونه دائم كذا تسأل عن البث اللي أمس واللي قبل يقول ما أدري يا شيخ قلت له وش السالفة وش العلم قال أنا قاعد أشرب عزايم ب ب ب ب ب إيه والله سألت أنا قلت يا فلان إيش اللي جاك ولا إيش علمك وش سوى يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ أعوذ بالله ما في كالونيا إلا يتعطر منها ولا فيه أعوذ بالله سبحان الله وجهه الحين صار أشهب وجهه لا إله إلا الله ضب الله لا يبلانا ضب ضب ما منه ذا حتى تلقى دائما يقطع الخط جاي كذا كذا سمنان سمنته ما هو طبيعية وتنفخ وجهه كله معجنات أخذك جاي شيخ أنا شاك خلاص أنا ما أبغى يجي حضرة تكفى خلاص والله. تكفى فكنا من حضرة وبغى يحكم علي ملاحي اليوم يقول بيحكم علي حكم علي كفاني يلا كفاني يلا